نحاول access management or account management ففي account management نتكلم عن كيف نعمل management لل user account وكيف نوزع الصلاحيات بتاعه وكيف الشخص بaccount بتاعه يقدر يعمل authentication و وكده. وكذا فنمشي في ال account management نتكلم عن ال identity ونتكلم عن type of account ونشوف ال account policies identities وال type of account وال account policies طيب نشوف ال uh, ال identity identity uh, نشوف ال uh, نشوف ال identity provider وال attributes وال certificate وال token و, secure shell key و, smart card طيب في الايدنتيتي اننا الايدنتيتي بروفايدر ده بعمل كرييت مينتنس مينتين ان شنو مانجين ايدنتيتي انفورميشن ويز بروفايد شنو اوثنتيكيشنز سيرفيس تو ذا ابلكيشن فده الحاجة اللي بيعمل لنا دي البرنامج اللي بيعمل الحياة دي الكل شنو؟ اسمه Active Directory الناس دارسين كمبيوتر بيعرفوا Active Directory فال Directory ده برنامج تقدر تتحكم فيه في الاكونت بتاع الناس وتقدر تديم الصلاحيات وتقدر تعمل بلوك uh, للاكونت وكده انت مثلا uh, قاعد في الشركه وما قدرت تخش على السيستم مديك مسج اول حاجه تتصل ب الجهه المسؤوله من active directory بمشي بيشوف اسمك انت في الاكاونت انت في جروب وبيشوف ان اول حاجه اكاونتك active ولا ولا سسبند اور لاك فاذا لاك ممكن يفتح يفتح الأقمار بتاعك الشخص اللي عنده صلاحيات. فالActive Directory بيعمل الحاجات الحياة الـ Create, اند اه uh, Identity Information, Attribute, Unique, prep, Prepare in the user's account details such as Employee ID. ده بكون شنو بكون يونيك بحدد انه uh, account details, حاجة يونيك زي ال employee ID طبعا ما ممكن تلقى في الشركة ممكن في الشركة تلقى محمد ومحمد لكن ما تلقى uh, محمد و uh, محمد ومحمد انهم the same employee ID حاجة يونيك زي ال زي ال what's called uh, SSS social security Certificates a digital certificates where two keys are generated. So public key and private key. So if issue for uh identity also in the tokens, we're gonna to talk in a digital tokens such as you know SML token users or federation service. Federation if now tabamos. فيدريشن شنو يا شباب؟ تكلمنا عن فيدريشن ده كتير قلنا انت بكون عندك اكونت في جوجل و اذا كان إنهم إنهم علاقه شركتين بدل انك انت تعمل نيو سايت بتكون 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 يعني مثلا جوجل و وتويتر و... و... yes. بيعمل لها مثلا بيكون وكل انت تقدر تخش بنفس الاكونت بتاعك جوجل بيكاون. في فيسبوك او امازون او تويتر يس تويتر <applause> ده تو خلوه مشكلة بيسموه اكس مش اكس <applause> بس انا ما انا لي فتره ما... ما عندي تويتر لكن بس اكزامبل يعني اوكي يا يا

فده بكون فيه شنو فيه توكين فانت تقدر تخش بو شنو يوزين كونجكشن ويز بين تستعمله وما تستعمل معه ولا الـ الـ pin number البين نمبر الشركات الكبيرة في الكيبورد في محل تدخل ال ال الكارت بتاعك سمارت كارت زي الكريدت السمارت كارد بكون مخزنه فيه توكن بتاعك بعد ذاك تنزل الباسورد عشان تعمل شنو تقدر تخش تاخذ اكسس طيب نجي نشوف ال... بعد ما خلصنا هنا الايدنتيتي نجي نشوف الاكونت تايب عندنا كم نوع من اكونت تايب اننا 3 4 اكونت تايب يوزر اكونت وشير account وعندنا ال guest account وال service account أربع أنواع من ال account. طيب user account ده يزول ممكن يعرفه account عادي أنت تمشي في active directory يعمل لك user account تشتغل as user with share account هنا شو طيب user account standard of user account with you know limit privilege او لو بريفليج مش كده ليميت بريفليج او لو بريفليج عندك ادوك يوزر بتا اكونت يكون عندك لو بريفليج ما عندك صلاحيات كتيره عندك كم برنامج كده تخش عليه وتشتغل به شغل الشركه وخلاص انتهيت ما عندك جديه بحاجات الثانيه شير اكونت when the group of people performs the same duty such as member of a customer service they can use share account مفهوم طبعا إذا كان إنتوا شغالين في customer service أو human resource أو عندكم شغالين في عندكم ديوتي واحد يعني نفس الديوتي تشتغلوا فيه كلكم مع بعض بكون في share account نفس الصلاحيات اللي أنا عندي بكارتي أقدر أخش على ده مستر اكس محمد محمود رزان اسماعيل اوت كلهم بيشتغلوا بنفس ال كل واحد بشنو بكارت بتاعه لكن وباسورد بتاعه لكن بخش في نفس الاكونت كل زول به صلاحيات وبخش بكردنشال بتاعه اليوزر نيم والباسورد بتاعه لكن نفس الاكونت ده بسموه شير اكاونت طيب guest account طبعا account بكون بكون فيه limited access فيه very limited access to the single computer without need creating user account ده مثلا في الشركات الكبيرة بكون فيه computer للضيوف أو للcustomers برا. فاذا في زود داير يفتح ايميل بتاعه في زود داير يخش على على موقع معين داير يفتش حاجه يخش ب بخش ب guest account بدون يوزر نيم و كويس ف... دي يا باشمهندس اسمه يا باشمهندس معلش دي مثلا البورتال دي كان بتاعت المطارات والحاجات دي زيها كده زي ستاربكس نو البورتر ده ده no, no, دق دق في الواي فاي انت كيف تعمل كونكت للواي فاي لكن هنا في ديفايس oh. في في كمبيوتر جايد اه اوكي عرفت الفرق شنو هنا في كمبيوتر جايد لكن ده انت تخش يور ديفايس تراي تو كونكت تو انترنت او اكسس بوينت يس شكرا شكرا جزيلا يس طيب service account service account it's type of administrator account using to run applications طيب اي كمبيوتر انت دار تخش على سيرفر او كمبيوتر فيو باس فيو فيو account تخش عن طريق account اذا انا وصلت الكمبيوتر ده بالسيرفر وانا دار اخش على السيرفر طيب كيف الكمبيوتر ده بخش على السيرفر وما عنده اكونت لا احنا هنا نجي نعمل اكونت للكمبيوتر اي كمبيوتر برضو زي الشخص ده يخش على اي سيرفر عنده اكونت بيسموه سيرفيس اكونت نعمل له كرييت اكونت وندخل له الباسورد اوتوماتيكلي لما يتصل بالجهاز ذاك بوريه ده بدخل هو اوتوماتيكلي بينزل الباسورد واليوزر نيم بتاع الكمبيوتر بتاعك الكمبيوتر السيرفر بفتح له المجال سو so, الاجهزه ذاته بتخاطب ب باكونت بي لكن بيسموه سيرفيس اكونت لازم تعرف انه ممكن يجيك سؤال وات سيرفيس اكونت لان انت ده ايزو اللي بيعرفوا شير اكونت من اسمه بتعرف الجيست معروف سيرفيس اكونت ده ممكن حاجه جديده عليك ده تخاطب بتاع الاجهزه مع بعض اكزامبل account تو ران the انتي فيروس ابلكيشن مثلا فالكمبيوترات الاجهزه بتخاطب بالسيرفيس اكونت وغالبا بكون انه ادمنستريتور اكونت لانه بكون عنده صلاحيات اكثر mm. so, اليوم كم في حاجه جديده بكون السيرفيس اكونت ده بالنسبه لك شيء جديد ادمنستريتيف ادمنستريتيف اكونت طبعا ده اكونت بكون هاي privilege كان انستول يعني انت بالاكونت ده تقدر تنستول سوفت وير and managing the configuration of the server or client computer computer why is two computer here فانت لو عندك هسه انت لو داير تنزل اي برنامج في الكمبيوتر الكمبيوتر عاديه طبعا ما عندك مشكله لكن لو حتى الكمبيوتر عاديه بقول لك داير تنزل بيجيب لك مسج وبعد كده تواصل ممكن يكون ما في باسورد لكن اذا كمبيوتر الشركه دار تنزل اي سوفت وير او داير تعمل كونفجريشن او داير تعمل منش لاي حاجه بقول لك دايرين انت يوزر اكونت يو كان دو ذات فبكون عندك كارت ثاني انت مدخل البطاقه بتاعك عندك كارت ثاني وعندك الكارت ريدر توصل الكارت ريدر وتدخل كارت بيسموه ادمستريتيف اكاونت فإذا شغال هسه مجال اي تي عنده كونفيجريشن بتاعه كله عنده بطاقتين واحد ادمستريتيف تنزل البطاقه الثانيه بالباسورد بعدك بديك بريفليج انك تشتغل اس ادمستريتيف بالبطاقه بتاعه العاديه بكون بس فيه صلاحيات اليوزر بعدها ادمستريتيف بريفليج اكاونت have general access to the system and tend Uh, used by the no member of the IT team's administrator or example of privileged account privileged account بكون مش administrator لكن عنده عنده high privilege من ال user العادي بس كده انتو يرفتو كم نوع no, من ال account user account, share account, guest account, service account و administrative account و privileged account يا ما احنا اليوم ما سمينا طولنا ما سمينا صوتك يا محمود معانا انت؟ آه معاك يا باشمهندس السلام عليكم عليكم السلام اشتقنا نسمع صوتك يا اخي ما سمينا صوتك طولنا والله بس المشغوليات في الراس كثير لكن الحمد لله بخير اوكي كثر خيرك على السؤال اوكي السلام عليكم جميعا السلام اوكي طيب آه. طيب تخلصنا من الاكونت احنا نتكلم عن الـ مانجمنت) نيجي نشوف الـ account بوليسي) من ناحية سايبر security (اكاونت بوليسي)، يا جماعة الـ account الـ الجزء الأخير أنا أتكلم فيه، ده في ناس بيكون في السايبر security بس شغالين الـ الـ الشركات الكبيرة بس شغالين في الـ account فقط، دولة السايبر لكن شغال في اكونت هو البامن مانجمنت للاكونت ده كله كده لانه انت لما تكون شغال في شركه كبيره بيكون عندك الاف الاكونت وعندك عندك الاف الكول بيجوك اكونت بتاع اللاك اكونت بتاع كده الشخص وقف من الشركه تشيله من الاكونت والشخص اترقى في الشركه ترفع تدي بريفليج وتعمل مونيتورنج للحاجات دي دل... في زول دخل باسورد كذا مره ما في طريقه اعمل لاك انت تفتح له الاكونت وهكذا طيب Account policy إننا في account policy إننا al password complex policy و إننا al password history و al password reuse و al network location و advancing اخ تكلمنا عن جو فانسين و جو trigger و جو location column and your location with your license. Time base login. Account account policy. Access policies. Account permission. Account audit. Impossible. Travel. Time risk. Time risky login. Lockout. This problem. this problem. طيب نيجي نشوف الكلام ده كله مع آه، بعض. Uh, account policy عشان تعمل account لازم شركة يكون له policy معين. Choose the letters مثلا الشركة بقول لك choose the letters يكون فيه مثلا uh, lower lower case زي A, B, C upper case capital A, capital B, big C numbers and special characters. شركه بخد بعد كده بخد البوليسي بتاعه وانت تيجي في البوليسي ده تعمل امبلمنتيت للبوليسي في الاكتيف دايركتوري عشان شخص ما يعمل الاكونت بتاعه الباسورد بتاعه انت انت تعمل كرييت للاكونت لكن هو بعمل كرييت للباسورد انت تعمل كرييت للاكونت لكن اليوزر هو بعمل باسورد وانت الباسورد ما بتعرف انت ممكن تعمل ريسيت للباسورد بس No, this is a password. Okay. My now is a can account. We can include one, two, three, four things. But what's a password history? Prevent someone from reuse the same password. For example, if number, remember. it's 12 password only 13 characters could be reused طيب شنو الباسورد history هنا لازم ناس ينتبهوا انا بجي بخط في البوليسي بتاع الباسورد انه اي باسورد انت استعملته وغيرته اي نخش في الباسورد مثلا هيستوري سير 12 معناه 13 12 تايمز باسورد ده ما حتقدر تستخدمه مثلا الليله انا عملت كرييت باسورد بتاعي 123 وغيرته بعد فتره ل محمد وبعد فتره غيرته الى اي بي سي ل 125 و وجيت المرة الثالثة أو المرة الرابعة دار أغيره لمحمد ما بيقبل ما بيقبل إذا أنا خاتي خاتي 12 في الباسورد هيستوري معناه 12 ورا البعض اللي أنا غيرتهم ديل ما بيقبل إذا غيرته للمرة 13 معناه الاول واحد ده بقى رقم 13 مش كده اول باسورد انا غيرته ده بيكون ده رقم 13 ممكن يقبل رقم 13 لكن العشر 10 12 ديل ما بيقبلهم اذا انا خدت باسورد بوليسي بتاعي هيستوري بتاعه 2 معناه اذا غيرت مره الاول والثاني وجيت كررت الاول داك ما بيقبلو الا الا يكون شنو يكون بقى رقم 3 يبقى الكلام ده أنا ذاته شايفه زي كده بتاع فاهمين الكلام اللي أنا قاعد أقول فيه ده is it clear واضح واضح يا باشا مهندس. okay okay good good okay password reuse it's same to use example that means uh, some as password history both uh, prevent someone from you know, from reuse password يعني أنا ممكن أقول لك اخد في الباسورد ريوس نون معناه انت مهما اي باسورد قبل كده استخدمته وغيرته تعني شنو ما تستخدمه نيفر او في الهيستوري انا اخد انه الباسورد استخدمته الاول والثاني والثالث والرابع لحد 12 ديل ما تستخدمهم لكن اذا كان استغ... غيرت رقم غيرت مره 13 معناه اول واحد ده بيجي رقم 13 ممكن تستخدمه وكذا هنا محل بيجي فيه سؤال اصلا الباسورد <سيح> طيب في الاكونت بوليسي اننا نتورك لوكيشن جو فانسين وجو لوكيشن جو فانسين معناه اكونت بتاع اسمه مثلا محمد تستخدمه في الاريا محدده باريا معينه محددة بأريا معينة مثلا أنت في حدود بتاع نيويورك سيتي تستخدم الأكاوند ده في حدود نيويورك سيتي طلعت برا من نيويورك سيتي أكاونتك ده ما بيشتغل ده الجيو فازن حدود بتاع نيويورك سيتي الجيو لوكيشن تحدد بالاي بي ادرس احنا قلنا الاي بي ادرس زي ارقام تليفونات والارقام الاول بحدد المكان زي انت عندك رقم تليفون زي 3 3 3 ديجيتس دي ده بحدد لك ال ال ال, ال, ال الاريا انت ضارب منه مثلا اه if you are in Sudan so 249 249 ده مش مش رقم اذا جيت رقم من السودان ما انت تشوف 249 ما بهمك باقي الارقام لكن اذا جيت ببدا ب 249 معناه التليفون ده ضارب من وين؟ ضارب من السودان كويس او لقيت تليفون مثلا في امريكا لقيت 212 معناه الرقم ده من نيويورك بس شفت ثلاثه ارقام فهنا جو لوكيشن وقوم ببرمج الاكونت بتاعك بانه الاكونت بتاعك ده بيشتغل في لوس انجلوس بيشتغل في شيكاغو بيشتغل في فلوريدا كويس فاي اي بي ادرس جمع اكونت بتاعك من ثلاثة اماكن دي ما بيشتغل ده معناه جيو لوكيشن طيب تايم بيس لوك ان برضو انا بقعد ببرمج من ناحيه السكيورتي الكلام ده كله من ناحيه السكيورتي ليه نعمل الحاجات دي؟ ناحيه السكيورتي

الكمبيوتر الشركة ما بشتغل نتورت الشركة you cannot get there's a more time base access policy ممكن يكون فيه policy ما ين wow. uh, account permissions is a minor permission ما بيش is it clear disablement account managing طيب احسن ديس ايبل للاكاونت 200 اذا بيجيته شنو ان لما يكون اون بوردين مشكله اون بورد اون بورد معناها انت مثلا ايانو جديد بعمل ان ايبل الاكاونت ديس ايبل اذا انت بيجي شنو

طيب قالك uh, الاوديتين auditing قالك review account priority to ensure that all accounts are not being used after employee change department or leave the company. مثلا الـ account auditor ديل بيقوم براجع الـ account كلو بعد فترة بيشوفوا الناس الـ uh, قدر الشركة وتحولوا

واضح ده بيكون في ناس معينين بيكون في الشركة شغالين الشغل ده بس ماسكين بس الاكونت عشان كده السايبر سكيورتي انت ممكن تشتغل من البيت يعني انت لو ماسك شغل زي ده من البيت يعني انت بس بيتصلوا بيك الاكونت كده بتخش على الاكتيف دايركتوري كلها اغلبية الشغل الاكتيف دايركتوري تكون عارف الاكتيف دايركتري تتعامل معه كيف وكده طيب نشوف الكلام ده واضح حتى لو ما شفنا فيديو بتاعه تقريبا واضح لك خلينا نشوف ال اوكي كنا يكون في بعض الحاجات احنا ما اتكلمنا عنه ممكن يكون واضح هنا في الفيديو نبدا نشوف في فيديو في سؤال طيب This one video 17. Okay. There are several file extension types and encoding formats. In order to successfully install SSL on your server, you need to know which type exactly your server or device requires. And in some cases, the server can accept different certificate formats and they can be interchangeable. However, sometimes a particular file type no, this video is on certificate formats. There are several files. No. This video is on certificate formats. There are sorry, let me see what's going on here. Public key infrastructure announcement in a public key infrastructure. if account management yeah yeah account management yes identity control okay yeah this one Next. mondays are the best if you're a duncan rewards member because members get a free medium hot to... this video is on identity controls Identity controls are required to control access to organizational resources to ensure security. Security professionals need to know different ways to validate your users' identities before granting them proper access to workplace systems and information. There's a service that saves and manages digital identities known as Identity Provider, IDP. These services are used by businesses to link their staff or users to the resource they require. They allow you to manage access by adding or deleting rights while maintaining strict security. There are different tools that are outside of attributes like name, address, date of birth, and fingerprints to validate identity to make it more efficient. First we have certificate. The purpose of identity certificate is similar to root certificate, except that it provides the public key and identity of client's computer or device. Example of this is client router or web server that wishes to make a SSL connections with other peers. There are two types, self-signed and signed from certificate authority. Then we have token. Token-based authentication is an authentication protocol where users verify their identity in exchange for unique access token. This can be hardware or software. Then we have secure shell key. These keys are generated through public key cryptographic algorithm. This authenticated and encrypted secure network protocol is employed for remote communication between machines on an unsecure open network. Then we have smart cards. These cards have chip that integrates a microprocessor, some memory and some apps. They have substantial processing power to protect information and encrypt and execute instructions from specific programs. Usually these cards are combined with personal identification number or pin so that if some unauthorized person got a hold of your card, they're unable to utilize it. <laughs> This video is on account types. There are a variety of account types that security professionals needs to be aware of. First, we have user account, which is simply an account associated with a single person. User account assigns each user a particular identification number. And by using the user account model, multiple users can log into the same computer, but they can only access their resources. Then we have shared or generic. As the name suggests, the account can be used by more than one person. This can be seen as the guest account, but the difference is different access to resources. Guest account usually have a lot of restrictions. Also, guest account doesn't need a password unlike shared. The issue with shared is managing changes. When things like password is changed, everyone needs to be notified that the password has changed. Then we have service account. Operating system or services of operating system using internal account is referred to as service account. It is used to run database or web server and is used only on the local computer. No user can log in interactively. Different types of access permission can be set up for various services when using service account meaning database and web server rights may vary some of the services account require user and password and some do not Listen, there's a good chance somebody's trying to hack your website right now. You gotta make sure you're covered. I'm talking about enterprise grade security built into your site and fully managed for you. Check this out. First up, prevention. The Wix platform is secure by design. Sorry. This video is on account policies. User account policy outline things like rules for user passwords, like how long it should be and how often you should change it. Security admins with right access can configure user account policies on the system by simply going into System Security page in the console. In Windows, this set of rules is specified using Active Directory users and computers. Let's go over some policies that you can change as security admins, starting with the password. For password, you can use NIST password guideline as a baseline. First, we have password complexity. Here, you can set things like minimum alphabets, characters, and numbers required. You can even set things like prevent users from using sequential characters or repeated characters like 1234 or AAA. You can even prevent things like infamous waterfall password, where you go from top down, left right across your keyboard. You can also set lockout here as well. Lockout account can define how many attempts you can have for incorrect password before being temporarily blocked. Then we have password history. This identifies how long a password should be kept. This is used to make sure you change your password frequently and don't reuse old passwords too often. Password reuse policy determines the number of unique new passwords that must be associated with the user account before an old password can be reused. This policy should also ensure you don't just change the single character in your password. Then we have network location policy. Network location policy objects enable you to specify a list of IP addresses. You can then configure authentication policies that only apply when user authenticate from IP addresses in the specified location. Features like file and printing sharing, network discovery, and others may be enabled or blocked depending on the network location allocated to your active network connection. You can also do this based on location by geofencing and geolocation. Geolocation can grant or deny access based on physical location of the user. You can even get more specific by using geofencing. Geofence is an invisible virtual fence you could draw, and this can trigger response from mobile devices each time geolocation compatible device enters or exits a geofence there's also geotagging you can use geotagging to find range of location specific information from their devices by inputting coordinates into a proper image search engine people can see images taken near a specific location geotagging is the process of appending geographic coordinates to media based on the location of a mobile device geotags can be applied to photos videos websites text messages qr codes and so forth these technology can also help with risky logins or so-called impossible travel time. This policy calculates stuff like time between multiple login locations, and identify if that travel was even possible. This algorithm provides admins with risk score signal to decide whether or not to enforce certain administrative regulations. Then we have time-based logins. This is simply specifying a time, like setting opening hour for your business. Period-based authentication is standard method for granting access to an area by recognizing a person at an entrance and opening a barrier at a predetermined time. You can also set account disablement policy, which specifies what happens to your account when employee leaves permanently or for a certain amount of time you can also set rules on who has access to certain resources using access policies and also set account permissions to give them power to read and write to the file all these policies has to be audited to ensure people are actually following the policies otherwise people are not gonna follow them security audit is a comprehensive assessment to measure your security against checklist whether it's a checklist of industry best practices externally established standards or federal regulations <laughs> طيب، بس يزود أوديو. طيب، إحنا نجي لحد هنا. آه... Uh, okay, أخذنا two things: account، uh, account management. ويوم الاثنين إن شاء الله حنجي uh, نكمل باقي الشابتر إن شاء الله. اعتقد ان لنا تو توبكس في الشابتر ده. اني كويشن؟ الاكونت مانجمنت ده يا باشمهندس في الكلاود ولا في كل المزرعة؟ نو no, احنا خلصنا الكلاود. اوكي okay, طيب ثاني السيرفيس اكونت، السيرفيس اكونت ده اللي هي المشين مع بعض صح؟ هل بتاع كمبيوتر واحد ولا كمبيوتر للثاني؟ اي كمبيوتر عنده علاقه بالسيرفر مثلا بكون بيكون فيه ال السيرفيس اكاونت بس طبعاً. يعني الكمبيوتر مع السيرفر بتاعته مش مع الكمبيوترات الثانيه لا مع السيرفر بتاعه مثلا انا شغ... انت شغال في شركه أيوه. فبقوموا بيعمل... طبعا في حاله دي مش بيجي بيعملوا لاي كمبيوتر براو بيعملوا جروب

بس بيحطوه في نفس الجروب بوليسي مجرد ما يكون قاعد في الجروب بوليسي بتاع السيرفيس اكاونت خلاص هو عنده عنده بريفليج بتاع السيرفيس اكاونت. ايوه يعني بيتعاملوا مع الجروب اكاونت ده الـ مع الجروب ده على اساس انها وحده واحده على اساس كان ايوه Group ايوه واحدة. بكون في حاجه يسموه جروب بوليسي انت لو شغال في شركه بكون في ماني جروب سكيورتي جروب بس انت بحي 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 انت على حسب ال ال الصلاحيات الدارين يدوك بخطوك في جروب ممكن انت تكون في ميني جروب انت مثلا تكون مثلا انا ممكن اكون في جروب بتاع اي تي واذا عندي شغل مع فاينانس بكون في جروب بتاع فاينانس واذا عندي شغل مع هيومن ريسورس بكون في جروب ده ففي الجروب بوليسي في سيت اب بتاع اكونت بتاعي بيقوم بينزلوا مثلا فاينانس اه اي تي كده خلاص انا بعد طيب. كده من البرمجه بتاع جروب بوليسي ده انا هقدر اخش على الجهات اللي انا ممبر او اوكي السؤال الاخير اوكي السمارت كارد ايوه اللي هو مثلا زي ال ار اس اي لما كنا شغالين في الفيدرال اللي يدخل بيها في الكمبيوتر بتاعك اهو ده هو ولا حاجه ثانيه؟ ايوه ال ار اس اي واحد منهم صح؟ يس الحكومة عنده عنده oh. two 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 type of card. U.S. government تكلم عن U.S. government. Uh, yeah. في الكاك دل بتاع العساكر بتاع بتاع Department of Defense كله الناس الشغالين في Department of Defense مكاك كاك C.A.C. و سموه عن اختصاره I think Commander Access Control حاجة زي كده كويس الناس باقي الحكومة كلها عندهم بطاقة اسمه اختصار شنو يا رب ما بتذكر اختصار لكن عندهم كارت للجفرمنت باقي الجفرمنت كلها بعد ذاك انت بيقوموا بينزلوا لك التوكينز اللي ان انت تشتغل به فمثلا الناس ال دي او تي ديبارتمنت اوف ترانسبورتيشن عندهم توكن معين وانه سيرتيفيكيت معين والسيرتيفيكيت ده بحدد الصلاحيات بتاعك انت تشتغل به شنو يعني فده الاسمارت كارت اللي انت بتستخدمه كده شكرا جزيلا بارك الله فيك. Alright اوكي okay. يلا نشوفكم ان شاء الله Monday و ان شاء الله ما تنسوا ما تنسوا الدعاء ما تنسوا الدعاء لانه <applause> يعني ربنا يرحم اهلنا في السودان آمين السلام عليكم الله سلام السلام عليكم السلام عليكم